أم علي. بدي أحكي لكم شوي عن تكية أم علي. هي جمعية خيرية بتعنى بمكافحة الجوع بالأردن. إحنا موجودين بالمملكة الأردنية الهاشمية وغطينا جميع المحافظات بالأردن. هلأ صرنا إحنا عملنا دراسة خلال السنة الماضية، درسنا 60,000 أسرة موجودة عند خط الفقر. طلعنا ب20,000 أسرة اللي هم بيحتاجوا للدعم الغذائي، اللي هم وضعهم أقل من مستوى خط الفقر. عملنا لهم دراسة كاملة، من أخذنا بياناتهم معلوماتهم وكله، فطلعوا هم بيستحقوا أنهم ياخذوا هذا الطرد. هلأ إحنا العائلة عندنا بتكية أم علي لازم تكون مستوى دخل الفرد قليل، يعني بناخد صافي دخل الأسرة لازم يكون أقل من 20 دينار للفرد الواحد خلال الشهر. هلأ بيكون في عنا إحنا مجموعة بروسس لازم نعملها عشان نوصل لأنه هاد الناس بيستحقوا هذا الدعم أو لا. من خلال إحنا في عنا البيانات، هي مربوطة الشبكة، مربوطة الداتا، مربوطة بجميع الدوائر الحكومية. بندخل الرقم الوطني تبع الفرد، بنقدر نعرف إيش عنده أملاك، سيارات، من وين بياخد مصاري دعم تاني، وعلى أساسها بناخد الفرد أو لا. هلأ إحنا منوزع طرد غذائي مثل ما أنت شايفة، في 22 سلعة غذائية منوزعها بشكل شهري للناس، بلس اللحمة. اللحمة بناخدها من الأضاحي، وعنا عابر سبيل. عابر السبيل هو كل يوم عنا بالتكية ناخد تقريبا 400 شخص بلس ماينس، بيكون عندهم وجبة أساسية متكاملة فيها تقريبا 1600 كالوريز بيكون موجودة. لازم نكون إحنا موجودين عشان الناس تعرف أكتر عن تكية أم علي، إنه موجودين إحنا بالأردن ومنعنا بمكافحة الجوع، وتعرف إيش الأعمال اللي إحنا بنعملها أو البرامج اللي بنقوم فيها بتكية أم علي. كتير بجنن، رائع. شكراً كتير إليك. شكراً.